ايه هي عقوبة جلب مواد مخدرة من الخارج؟ ده حصل مع المطرب الشعبي سعد الصغير. هو جاي من امريكا، جاب معاه سجاير الكترونية. في المطار، ان المطار لقى معاه السجاير دي، عرف ان هي فيها نوع من انواع المخدرات، يعني زي الحشيش، وده نوع محرم دخوله الا بتصريح. سعد الصغير جاي بدون تصريح، جاي معاه كذا سيجارة إلكترونية. طيب إيه هي عقوبة جلب؟ العقوبة دي هنشوف هل هو جاي للتعاطي ولا للإتجار. لو على فرض هو جايبها للإتجار، دي عقوبتها ممكن توصل للإعدام، ولكن لو كان جايبها للتعاطي توصل من حد 3 سنين، وممكن يكون معاها غرامة. واعتقد ان من فتره قريبه كانت منى شلبي كان جايب برضه كميه كبيره من الخارج، وخايف سنه مع خوف التنفيذ. فحاليا سعد الصغير عمال يتجدد له، هو خد 4 ايام وكده خد 15 يوم، فاعتقد ان هو عايز جلسه على طول. ياخد كام الله اعلم، بس دي على حسب هو جايبها ليه، وحسب التحقيق، وحسب النيابه هتنزله ايه للمحكمه الجنائيه. هل هتنزله هو جايب المخدرات دي او جايب السجاير دي على اساس ان هو بيتاجر فيها، ولا على اساس ان هو جاي يشربها؟ واعتقد برضو ان اصلا المطرب سعد الصغير اصلا ما بيشربش سجاير خالص، يعني انا سمعت كده. وهنشوف كده على ايام الدنيا هترسي على ايه. اي حد عنده اي تعليق واي استفسار يكتبوا لي في كومنت، واي استشاره خاصه كلمني على واتس. واوعوا تنسوا تدعموا غزه. السلام عليكم.